أخطر مكان في مصر، قلعة السحر وأرض العالم الآخر. قرية تدخلها وكأنك عديت الخط الفاصل بين عالم البشر وعالم الجن، أو بمعنى أدق بين شياطين الإنس وشياطين الجن. واتكلم عنها الشيخ كشك، قرية من سنين وسنين بيروحها فنانين كبار ولاعيبة كورة ومديرين كورة ووزراء ومسؤولين وأمراء من دول عربية، عشان يعرفوا الغيب أو يجلبوا الحظ أو القبول عند الناس، وكل واحد بقى وغرضه. فازاي السحر بدأ فيها من عند الخديوي عباس شخصيا؟ أنا أحمد دياب، ودي حلقة جديدة من الله الخفي، واللي هكلمكم فيها عن محل البشر، عزبة الجن والعفاريت، وهحكي لك قصص وحكايات حقيقية أنا متأكد إنك ما سمعتش عنها قبل كده. محل البشر يا سيدي هي قرية صغيرة في محافظة البحيرة جنب شبرخيط، اللي اكيد كنت في الاول فاكرني هتكلم عنها، بس عموما الفرق مش كبير. الفرق ان محل البشر هي المنبع والاساس اللي صدر امتهان السحر والدجل لشبرخيط واللي حواليها. كل حاجة في البلد دي مهما كانت ليها علاقة بالسحر وعالم الجن السفلي، لدرجة ان فيها ظواهر غريبة مش موجودة غير فيها. وابرز مثال هي شجرة الجميز الكبيرة، وهي شجرة بتيجي بالليل واللي بيلمسها يكاد يتحرق ويطلع من قلبها حرارة شديدة جدا، مش معروف مصدرها ايه ولا حتى عارفين لها تفسير، والحرارة دي ما بتطلعش غير بعد الساعة 2 بالليل. ومرتبط بيها قصص كتير. البعض قال ان الحرارة دي تعويذة عملها واحد من الصحراء القدام كدليل على قدرته، وناس تانية بتقول ان السبب هو ان الجن بيسكن الشجرة دي، والحرارة دي بمثابة اعلان عن وجودهم وتحذير من اي حد يقرب. القرية دي اتسمت على اسم الشيخ سليم البشري، واللي كان شيخ الازهر رقم 25 واول من تولى رئاسة هيئة كبار العلماء. طب امتى بقى السحر بدأ في القرية دي؟ كان اول سحر في محل البشر هو ابو هيبة، ويقال انه فك سحر كان معمول لبنت الخديوي عباس حلمي اللي كافئه بالاف الافدنة عشان شافها بنته. وابو هيبة ده كمان كان نسيب الشيخ كشك، اللي ما منعتوش علاقة النسب دي من انه يتكلم في احد خطبه عن السحر والشعوذة اللي موجودة في القرية. ومن ساعة ما اتكلم عنها وبقت محل البشر مشهورة وبيسموا اهلها سحرة موسى، وبقت الناس بتتوافد على القرية دي من كل مكان، وكل مادة شهرتها بتزيد، لحد ما بقى بيجي لها وزراء وامراء من عهود سابقة، وفي منهم كمان اللي ما كانش بيروح القرية متخفي، لا كان بيروح بهيئته والناس كلها تتعرف عليه. والموضوع ما وقفش لحد كده، ده كمان زوجات المسؤولين الكبار دول كانوا بيروحوا القرية عشان يفكوا الاعمال والسحر. وكمان واحد من اساطير السينما المصرية الكبار واللي كلنا بنحبه واللي توفى من سنين قليلة كان بيروح هناك باستمرار، والناس هناك بيقولوا انه كان بيجي الشيخ مخصوص عشان يحصنه ويخلي قبوله عند الناس يزيد. ومن كام سنة كان في مسؤول في احد قطبي القرى المصرية راح محل البشر لاحد السحرة الموجودين هناك، طبعا عشان فريقه يكسب، ومش بس راح في الخفا كده، ده وزع على الناس اطقم كاملة للنادي، ما شاء الله عليه صراحة. المهم نكمل. عيلة ابو هيبة بقت معظمها اصلا شغالين في السحر، والناس اللي في القرية لما شافوا العز اللي بقوا فيه ابتدوا هما كمان يدخلوا في الشغلانة، وده اللي حول محل البشر لسوق كبير للسحرة والدجالين والمشعوذين والعلاج بالقرآن وكل اللي يجي على بالك. وبعد ابو هيبة ظهر ساحر تاني اسمه ابو عياش، وده مش اسمه الحقيقي بس شبهه. المهم ابو عياش ده كان بيجيله وزراء وفنانين، لكنه اذى ناس كتير بالسحر السفلي، فاهل البلد قرروا يتخلصوا منه ومن شره، فخرجوا حرقوه وحرقوا بيته وطردوا اهله من القريه. لكن الحكايه ما انتهتش لحد كده، جم اتنين من ولاده راحوا شبرخيط واحترفوا السحر، واحد منهم زع صيته وعمل ثروه كبيره لكنه مات، ويقال انه مات مقتول. لكن اتكتم على الموضوع ومازال حتى الان في غموض كبير حوالين الحكايه. بس مش ده الغريب، الغريب ان نزلوا نعي في جريده كبيره من مسؤول كبير جدا جدا وقتها. ما عداش وقت كبير على وقع طرد ابو عياش من القريه والبلد، ولكن رجع انتشر فيها السحر تاني بقوه كبيره، ستات ورجاله، وشغل معاهم ناس كتير دلالين، لدرجه ان محل البشر صدرت سحره للكره المحيطه زي الضفراوي وام حكيم ومستناد، وطبعا شبرخيط اللي بقت راس براس معاها في صناعه السحر، انجاز التعبير يعني. اصلا اللي يفرق بين محل البشر وشبرخيط هو طريق ضيق جدا، وفي كوبري على اول محل البشر بيقف عليه دلالين. الدلالين دول يا سيدي اول ما بيشوفوا حد شكله مش من هنا يبتدوا يتكلموا معاه ويدلوه على الساحر، زي الديلرات بتوع المخدرات كده. الدلالين طبعا اول ما يجيبوا الزبون وهو ماشي معاه في الطريق لبيت الساحر او الدجال يفضل يتكلم معاه ويعرف اي معلومه ويبعتها للشيخ على الواتساب، عشان اول ما التاني يدخل عليه يقول له انت فلان ابن فلان او فلانه ومشكلتك كذا كذا كذا، فالزبون ينبهر ويشربها.
الامر كمان وصل ان في صحراء ومشعوذين وبتوع فك اعمال وعلاج بالقران بداوا يلفوا في البلد بالعجله زي بتوع الدليفري كده، وبقت الحكايه شغلانه اللي ملوش شغلانه. الغريب ان معظم الصحراء واللي بيسموا نفسهم شيوخ وروحانيين هناك نصابين، لكن الناس في المناطق دي عندها ايمان شديد بيهم بسبب بساطتهم وجهلهم والموروثات اللي اتربوا عليها. ولحد دلوقتي تلاقي الشاب هناك لما يجي يتجوز يروح لشيخ ولا دجال عشان ياخد مباركته ويحصنه عشان فرحه ما يبص، وعشان لو هو ما عملش كده ألف مين هيعمل له عمل عشان يبقى زبون جديد. ده غير طبعا ان الناس العاديه هناك هاريين بعض اعمال بحكم البيئه اللي عايشين فيها. انت من اول ما تدخل محل البشر هتلاقيها مكان مخيف، خصوصا بعد المغرب هتحسها مهجوره، وهتلاقي اطفال بتجري قدامك وبعدين تختفي في الشوارع وما تعرفش هما جم منين ولا راحوا فين ولا حتى تسمع لهم صوت. هتحس انك جوه فيلم رعب وفي اجواء غريبه، حتى الحيوانات من تصرفاتها ونظراتها الغريبه وحكاوي الناس هتبقى مش عارف دول حيوانات فعلا ولا جن متنكر. من ضمن الحكايات المشهوره جدا واللي مش من بعيد، راجل كان ماشي في الشارع جت قطه عماله تتمسح فيه وتدخل بين رجله طول الطريق، ومهما يهشها مفيش، لحد ما زهق منها وشاطها برجليه. بعد شويه الناس لقوه مرمي على الارض مشلول مكانه. وهكذا طول ما انت قاعد هناك هتلاقي حكايات مخيفه ومرعبه، سواء عن صحراء او حتى الحيوانات الخارقه، وهتسمع من كل واحد حكايه حصلت معاه هو او حد من عيلته او حتى من صحابه. هتلاقي واحد عادي جدا ماشي في الشارع الناس تقول لك اهو فلان اللي معدي ده معاه خدمه، ومعاه خدمه يعني راح لشيخ وخصص له حد من الجن يحميه من السحر او مكر الناس ضده ويسهل له اموره. وموضوع الخدمه ده بالذات له قصص كتير ممكن نتكلم فيها بعدين. ومن ضمن القصص اللي لازم تخلد هناك، وهي ان من كام سنه واحد راح لساحر كبير هناك وقال له مش انت تقدر تعمل كل حاجه؟ طب انا عايزك تعمل لي طاقيه لخفه. فالناس اللي قاعدين حواليه قعدوا يضحكوا. قام الساحر قال له انت فاكر انك كده بتعجزني؟ طب خد هات الطلبات دي وتعالى وانا باذن الله هعملها لك. وبالفعل الراجل جاب الطلبات اللي اتقالت له عليها، والشيخ عمل له الطاقيه وقال له اتفضل. الراجل لبس الطاقيه والناس اللي قاعده قامت مفزوعه واستغربت، وكمان بصت باستغراب ازاي ده يا شيخنا؟ الراجل راح فين؟ فالراجل عشان يتاكد ان هم مش بيضحكوا عليه ولع سيجاره وابتدى يحرق الناس اللي موجودين في المكان، ومحدش برضه كان شايفه، لحد ما الساحر بص للزبون وقال له انا الوحيد اللي شايفك وخلاص اقلعها بقى. وبعدها بكام يوم الراجل اتقبض عليه متلبس وهو بيسرق فلوس من بنك في دمنهور وفاكر ان محدش كان شايفه. هتصدقني لو قلت لك ان كل اللي انا حكيته لك ده ما يجيش 1% من اللي بيحصل هناك، لان للاسف ده بس اللي اقدر اقوله لك في الحلقه. بس خليني اقول لك ان كل اللي انت بتفكر فيه او اللي ممكن يخطر على بالك او حتى ما يخطرش بيحصل هناك. بس يا سيدي انا كده خلصت الحلقه، استناني في حلقات تانية كتير، وخلي بالك من نفسك ومن الله الخفي.